السؤال اللي دائما يقولون ليش انت في السياره، ليش كله في السياره؟ والله ادري وحاولت اطلع من السياره. بقول لكم القصه، في 2022 قالوا لي مايا بدلي مايا غيري خلي مناظر وراك. قلنا لهم اوكي خلينا نجرب. في ذاك الوقت انا يعني ما عرفت منو اجيب مال ديجيتال ماركتينج وفيديوغرافر وتصوير وشي. في نفس الوقت يعني أكون صريحة، في ذاك الوقت الوضع كان شوي عندي أولويات والتزامات، فقلت خلاص أنا بحاول أسوي شيء بروحي في البيت وبتعاقد مع حد برع إنزين يسوي لي الأديتينج، بطرش أنا الفيديو عن طريق الجوجل وهو يسوي الأديتينج ويدخل الترانسليشن ويعني ترجمة والسبتايتلز زين ويدخل لي صور وما أدري كيف. تمام وسويت محتوى لمدة شهر. أول يوم مو بثلث المشاهدات، ربع المشاهدات ما يابت. بعدها نفس الشيء، قلت لا يمكن الخوارزميات على الإنستغرام متغيرة مني من ناك، نزل ريل الثاني الثالث اللي بعده. أبدا يا جماعة الخير، المشاهدات، أسأل ربعي المؤثرين اللي من حولي، المشاهدات عندي مول. سويت استفتاء بعدها، قلنا لهم تبون سيارة ولا تبون يعني استوديو خلينا نقول، قال لا ردي للسيارة. سويت سيارة، كمية الناس اللي قالوا هذا مكانك حفظناك شي. تعلمت ان المتابع متعود على شيء، على قالب معين يبى يتم في هالقالب، خلاص ما يبى يتشتت بالمنظر وخلاص تعود على هذا الشخص مثل ما هو فياخذ المعلومة منه. تعلمت ان المعلومة لما الناس تتعود على المدرس، سبحان الله الطالب الطفل يوم يحب مدرس شو ما سوى بيتم ويا هالمدرس لانه يفهمه يوصل له الفكرة. فسبحان الله نحن هني في وسائل التواصل الاجتماعي كالمدرسين، دام ان النية صافية وفي علم نافع وياسين نعين الناس بالعكس. فردينا للسيارة واشوف ان السيارة الصوت ممتاز، الليت حلو، حتى الصباح يعني يوم اسلم هم يحبون العباء الحريم يعني النساء يحبون نفس العباء اللي اصبح فيها نفسها هي اللي اتكلم فيها، هي ممكن مصدر فريشنس شي يعطي فريش وإيجابية وكذا وشجع. ودائما أصور الصبح، حد قال لي زين صوري الصبح ونزلي الظهر المشاهدات، لا أحب أنا لأن في ناس تحب تستفتح صباحا. في وايد أمور شي سبحان الله تعلمناها في وسائل التواصل الاجتماعي حلوة وقمت أؤمن فيها. فكل حد له ستايله، كل حد له أسلوبه. الله يحفظكم.